عم يتصلوا فيه شباب وبنات كثير، اقسم بالله يشتكون: يا شيخ نريد الانتحار، يا شيخ ماذا نفعل، يا شيخ مصاب بالضيق، يا شيخ مصاب بالقلق. ليش؟ لماذا؟ لأنك بعيد عن الله، بعيد عن ذكر الله. الحمد لله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. الحمد لله ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء. سبحان ربنا العظيم، سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، وسبحت له الجبال بأصدائها، وسبحت له البحار بأمواجها، وسبحت له الحيتان بلغاتها، وسبحت له النجوم بأبراجها، وسبحت له المخلوقات كلها. سبحان ربنا العظيم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، اخترت اليوم من الهدي النبوي حديثا هو دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا إلى هذا الدعاء وقد من الله علينا بصيام شهر رمضان وقيامه، وأكملنا العدة وكبرنا الله عز وجل على ما هدانا. روى ابن ماجة في سننه من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. هذا الحديث من جوامع الدعاء، لأنه يدرأ عنك كل شر ورذيلة، ويجلب لك كل خير وفضيلة. أعيد، هذا الحديث من جوامع الدعاء، لأنه يدرأ عنك كل شر ورذيلة، ويجلب لك كل خير وفضيلة. اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. ما الحور وما الكور؟ وما المقصود بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال: حار إلى الشيء وحار عنه، أي رجع إلى الشيء ورجع عنه، رجع إليه أو رجع عنه. الحور الرجوع إلى الشيء أو الرجوع عنه،
ومنه قول لبيد بن ربيعة: وما المرء إلا كالشهاب وضيائه ثم يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. يعني يرجع إيش؟ رماد، يموت الإنسان، يضعف، يموت، يحوره. ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. ماذا قال بعدها؟ إنه ظن أن لن يحور، يعني يرجع إلينا، بلى إن ربه كان به بصيرا. الحور الرجوع إلى الشيء أو الرجوع عنه. طب ما الكور؟ الكور في هذا الحديث قال هو لف العمامة وجمعها، لف العمامة وجمعها. الحور نقض العمامة، مفهوم يا أحبابنا؟ الكور لف العمامة وجمعها، ضبطنا العمامة، لفيناها، جمعناها. الحور نقض العمامة. طب ما المقصود بهذا الدعاء، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقصود: اللهم إني ألجأ إليك، اللهم إني ألوذ بك، اللهم إني أسألك الثبات، الثبات، اللهم إني أعوذ بك من الانتكاسة، اللهم إني أعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، اللهم إني أعوذ بك من الغي بعد الرشاد، اللهم إني أعوذ بك من النقصان بعد الزيادة، اللهم إني أعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، اللهم إني أعوذ بك من النقصان بعد الزيادة، اللهم إني أعوذ بك من ترك الجماعة بعد لزوم الجماعة، إلى غير ذلك من المعاني التي تجلب الخير والمنفعة للمسلم. فحري على كل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء وأن يفهم معناه حتى يثبته الله في زمان يقل فيه الثابتون. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. رأيت ورأيتم من حرص أن يرجع في رمضان إلى الله ويكور، فلما انقضى رمضان أصابه الفتور ولجأ إلى المعاصي والفجور. رأيت ورأيتم من حافظ على صلاة الجماعة في رمضان فلما انقضى رمضان تقاعس عن الحضور. رأيت ورأيتم من حرص في رمضان على القربات والطاعات وأنواع العبادات فلما انقضى رمضان هام على وجهه في أودية العصيان إلى الله المشتكى. أما علم هذا أن من علامات القبول ودلائل الوصول الثبات على الأصول، من علامات القبول أن تثبت وأن تتقدم في طاعة الله تبارك وتعالى. هذا من علامات القبول عند ربنا سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى هذا الدعاء ونحن فقط بعد أيام من رمضان،
أيام فقط نشاهد منظرا ومشهدا مؤلما يتكرر في كل عام. المساجد قد هجرت والمصاحف قد رفعت، انتهى رمضان. والله العظيم مشهد مبكي، مشهد محزن يا أمة محمد. ما الذي يجري لنا؟ نشر أحدهم صورة، والله العظيم كاد قلبي يتقطع لما شاهدتها، وهذا حالنا. نشر صورة لمسجده على صلاة الفجر بعد يومين من شهر رمضان. كم عدد المصلين؟ لا يتجاوزون 20. بعد أن كان هذا المسجد يغص بالمئات، أين أنتم عباد الله؟ إلى أين ذهبتم؟ خلاص الله عز وجل يعبد فقط في رمضان وفي باقي الأيام؟ يا ناس أين ذهبتم؟ أين الناس في صلاة الفجر اليوم؟ أم كانت عادة فقط، خلص روتين، مستيقظين على السحور، نأتي إلى الصلاة ثم ننام. الآن الاختبار، اختبار الإيمان، اختبار الحب، اختبار الشوق إلى الله تبارك وتعالى. اليوم في هذه الأوقات أين الناس؟ تظن صلاة التراويح أفضل من صلاة الفجر؟ نرى ازدحاما على المساجد ودعوات وبكاء، ثم إذا انقضى رمضان هجرت المساجد. أين الناس على صلاة الفجر؟ هذه الصلاة التي جعلها الله اختبارا لعباده في هذا الوقت. المحب يستيقظ، الذي يخاف الآخرة يستيقظ، الذي يرجو الجنة يستيقظ. أين الناس؟ بالله عليكم، أما تتعظون مما يحدث حولنا؟ نريد نصرا، نريد رحمة. في غزوة أحد الصحابة عصوا أمرا من أوامر الرسول، وهذا العصيان جاء، يعني كيف كان؟ انتهت المعركة، قال لهم لا تنزلوا من على الجبل ولا تأخذوا الغنائم ولا تنزلوا أبدا حتى لو انتصرنا. فلما انتهت المعركة قالوا خلاص انتهت المعركة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن هذا الكلام كان بس يعني نوع من التشديد، فنزلوا، فالله عز وجل عاقبهم ولقنهم درسا قاسيا. هزم المسلمون ومعهم رسول الله، فصاروا يتساءلوا ماذا قال الله عز وجل؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ صار يقولوا ليش هيك انهزمنا؟ ليش خسرنا؟ قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن عباد الله؟ الأمم تتكالب علينا وتسحقنا، ونحن نقول يا الله انصرنا، يا الله انصرنا، ثم ننظر إلى حالنا ونحن بعيدون عن الله، بعيدون عن المساجد، بعيدون عن الصلاة وعن القرآن. يا أخي أقسم بالله شيء عجيب، شيء عجيب. أين العهد الذي قطعته بينك وبين الله في رمضان؟ أين تلك الدموع وأين تلك الدعوات؟ خلاص لا تقطع الحبل بينك وبين الله. الإنسان يعبد الله إلى أن يموت في جهاد، نحن في جهاد يا أحبابنا. حفت الجنة بالمكاره، طريق الجنة في مكاره، في أشواك، في صعوبات، في اختبار، في بلاء، بده صبر، بده جهاد. الله تعالى قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لحتى تموت لآخر نفس، فإذا فرغت فانصب. مباشرة انتقل إلى عبادة غيرها، وهكذا الإنسان يصبر
يصبر حتى يلقى الله وهو عنه راض. ما نعبد الله عز وجل فقط في رمضان أو في ليالي مخصصة أو في أيام، نعم نزيد في تلك الأيام لشرف المكان شرف الزمان، نعم، لكن لا نهجر المساجد. الصلاة هي أعظم الأعمال عند الله. بالله عليكم سؤال للجميع، إلى أين وصل خيط مصحفك الآن بعد 10 أيام من رمضان؟ إلى أين؟ ولا خلاص نختم القرآن فقط في رمضان؟ والله العظيم في ناس ما تفتح المصحف إلا في رمضان، من رمضان إلى رمضان. سبحان الله، كيف تريد أن تستقيم حياتك وأنت بعيد عن النور الإلهي، عن الروح، عن الشفاء؟ القرآن، القرآن. أرجع إلى الأخ الذي نشر الصورة، نشر الصورة 20 واحد عم يصلي فقط، فقط، وكان المسجد يتسع للمئات، فكتب على تلك الصورة هذه المقولة التي أثرت في، وربما كثير منكم قرأها، قال: ذهب الضيوف وبقي الأهل. الله، الله، اللهم اجعلنا من أهلك وأحبابك والمقدمين عندك يا رب العالمين. ذهب الضيوف، الضيف ما بيستقر في المنزل، بيجي بياكل بيشرب صلى الله بارك سلام عليكم بيمشي، أما الأهل يبقون. قال: ذهب الضيوف وبقي الأهل. نعم، إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. هؤلاء هم أهل الله، عمار المساجد 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد، في المساجد، في الصلوات. هؤلاء هم أهل الله. اللهم اجعلنا من أهلك، اللهم اجعلنا من خواصك، من أحبابك يا رب، ثبت قلوبنا يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. يا أحبابي احذروا الغفلة، سلوا الله الثبات خاصة في هذا الزمان، هذا الزمان الذي تعصف فيه الفتن وعصفا، والقابض على دينه كالقابض على جمر بين يديه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة للدعاء، للالتجاء إلى الله حتى يثبت قلوبنا، حتى يحفظنا من الفتن. احذروا الغفلة، التزموا بالصلوات، توجهوا إلى القرآن، إلى الذكر، إلى الدعاء. عم يتصلوا فيه شباب وبنات كثير، أقسم بالله يشتكون: يا شيخ نريد الانتحار، يا شيخ ماذا نفعل، يا شيخ مصاب بالضيق، يا شيخ مصاب بالقلق. ليش؟ لماذا؟ لأنك بعيد عن الله، بعيد عن ذكر الله. أنت ما بتعرف، ما أنك عرفان ليش مخلوق في هالحياة، وين رايح؟ لو عرفان الحكمة من خلقك وعرفان وين رايح ما كنت تتكلم بهذا الكلام. لو كنت تعلم ما معنى الله ما كنت قلت هذا الكلام أبدا. الله الرازق، الناصر، الرحمن، الرحيم، القوي، الرب، رب العالمين، من بيده مقاليد السماوات والأرض، الحي القيوم الذي يدير الدنيا. أنت تقول: متضايق، متضايق، راكبتني الهموم، راكبتني الديون، أين الله؟ لماذا لا تتوجه إلى الله؟ لماذا؟ عندنا ضعف، عندنا ضعف بالإيمان. يا أحبابي احذروا الغفلة، احذروا. الحياة قصيرة، والله الحياة قصيرة، وإن أمامنا موتا وقبرا وبعثا وحسابا. تجهزوا عباد الله، تجهزوا، اسمعوا كيف وصف ربنا سبحانه وتعالى الحياة. آية واحدة اختصرت لنا الحياة كلها، كل الحياة، وحدوا الله. قال الله تبارك وتعالى:
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، شوف الوصف، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا شو الكفار؟ يعني الزراع الفلاح. ليش سمي بالكافر؟ لأنه يكفر البذار، يعني يغطي البذار. يعجب الكفار نباته، لما بينزل الغيث وبيطلع المحصول بعد البذار والتعب والسقي بيفرح الفلاح، أليس كذلك؟ وبيطلع هالنبات غطري أخضر يفرح. الله تعالى ماذا قال بعدها؟ شوف المثل، هي مثل الحياة، قوة، نشاط، تمام، عضلات، جاه، منصب، بعدين قال ثم يهيج فتراه مصفرا ييبس ثم يكون حطاما، وبالنهاية وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، فريق في الجنة وفريق في السعير. شو ختم الآية؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا تغركم الحياة، لا تغر، قد ما نمت وقد ما ضحكت وقد ما لعبت راح تموت. اللي عم يقوم الليل هذا تمام راح يموت، واللي نايم راح يموت، الصحيح راح يموت، والمريض راح يموت، صاحب الجاه سيموت، والفقير سيموت، القوي سيموت، والضعيف سيموت، الكل سيموت. بعد هالآية شو قلنا؟ لفت نظرنا لوين نتوجه؟ قال بعدها سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الله أكبر. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما تهزكم هذه الآية؟ اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أما تهزكم هذه الآية؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الله تعالى يقول لنا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وبعدها قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هناك الحياة الأبدية، الحياة السعيدة الرغيدة، لا فيها حزن ولا مرض ولا تعب ولا ضيق ولا نكد ولا أبدا. احذروا الغفلة يا عباد الله، احذروا، ابقوا على العهد مع ربكم، اعبدوا ربكم حتى يأتيكم اليقين. التزموا بالصلاة، صلاة الفجر يا أحباب، لا صلاة الفجر والله العظيم هذه معيار النصر، ومن أعظم أسباب النصر والرحمة للعباد، صلاة الفجر يا أحبابنا، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما ترون ماذا يحدث من حولنا؟ نذر الله متلاحقة، آيات الله بالعشرات، القتل في كل مكان، الفيضانات، الأعاصير، الزلازل، الهرج، الفتن. اتعظوا عباد الله، ما هذه إلا نذر من نذر الله. ونخوفهم، الله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. توجهوا إلى الله، كونوا مع الله، كونوا مع الله، يكن الله معكم. احفظ الله يحفظك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون.